متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أجواء باردة متوقعة هذه الليلة في مناطق عدة، تصل إلى تصبح شديدة البرودة في بعض المناطق المكشوفة من الحدود والمناطق الشمالية، مع احتمال بتشكل الصقيع في تلك المناطق. درجة الحرارة في الرياض مثلا فقط 10 درجات مئوية، والطقس يستمر بارد بشكل عام. نهار يوم غد يتوقع أن تبقى الأجواء باردة بشكل عام في المناطق الشمالية من المملكة، أكثر اعتدالا في بقية المناطق، مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الغربية من المملكة. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غدا، والصغرى المتوقعة الليلة التي تلي الليلة القادمة. نبدأها شمالا من سكاكا 14-8، على 13-4، تبوك من 18 إلى 10 درجات مئوية. أما المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 32-23، فرصة لزخات محلية من أمطار على مرتفعات مكة والطائف 24-13، المدينة المنورة 26-16، وفي جدة من 34 إلى 24 درجة مئوية، في جازان 29-24، أبها 23-9، والباحة 19-11، والأجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب. في الإحساء من 22 إلى 10، الدمام 22-15، وحفر الباطن من 17 إلى 10 درجات مئوية. أما المناطق الوسطى تكون في العاصمة الرياض 20-10، بريدة من 22-11، وفي حائل من 16 إلى 9 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا حتى الساعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.